وسط حضور هائل من جمهوره، أشعل صبر الرباعي حفله في دبي بمجموعة من أغنياته. كاميرا عربود نقلت تفاعل الجمهور معاه. ضمن سياق سلسلة حفلات سوق التنين 2 لهذا العام، أحيا الفنان صابر الرباعي الحفل الثالث من هذه الفعاليات. بادرة جميلة جدا أن نكون موجودين في مكان عام، نغني للناس وناس يقربونا أكثر. هذه فكرة يعني صراحة عجبتني، لما عرضوا عليها الفكرة قلت طبعا معلش لا نكون موجودين ونغني ونبسطوا الناس. يعد هذا الظهور هو الأول هذا العام في دبي لصابر الرباعي في إطلالة فريدة ضمن حفل جماهيري كبير. وخصنا صابر بآخر إكسكلوسيف عن آخر أعمال. نزلنا أنا بحن، نزلنا ملكة الكول، وقريبا جدا تسمعوا الأغاني الجديدة اللبنانية التونسية المصرية الشعبية بلا، وكذلك فيديو كليبس جديد إن شاء الله. وسكوب حصري لعربود عن بعض المشاكل اللي تناولتها السوشيال ميديا مؤخرا. صارت في حملة انتقادات وكلام إنه صابر عم هيك شوية مشاكل على السوشيال ميديا على خلفية إنك تونس تغني مع فرقة الإذاعة. لا ابدا ما سمعتش بها الموضوع هذا، لا ما كانش فيه طلب انه نغني مع فرقه الاذاعه، وقلت لا انا لا فرقه الاذاعه ما تعنينيش او بالكلام هذا، لا انا لكن عندي فرقه تشتغل معايا من سنين، يعني من 95 اليوم لليوم، ويعني مش سنه ولا سنتين يعني بالنهايه، ففضلت انه نطلع طبعا بفرقتي ومع منهم مدعمين بفرقه الاذاعه. نعم ابوك يا فقر حاوبني للاندال، زليت عزيز النفس عشان عديم المال. ملعون ابوك يا عوزه، زليت السؤال للتالي. اه لو لعبت يا زهر اغنيه غناها الكثير من المطربين، وكان منهم صابر الرباعي اللي عبر عن سر حبه وغنائه للاغنيه دي بالتحديد. الفنان لازم يجرب كل الالوان، لازم انا طبعي كاميكاز، يعني طبعي نحب المغامره، نحب، واغنيه مثل هذه يعني فيها من التطريب وفيها من الكلام الجميل اللي واصل للناس، ما يخليني انا نتمنى او تمنيت كنت ممكن غنيتها قبل حتى ما يغنيها احمد شيبه، ولو انه او قدمها لي هو لانه الحان وكلمات وبالنهايه، لكن اغنيه مثل هذه يعني حسيتها تفرضت علي لانها موسيقيا جميله جدا، وغنيتها بطريقتي انا والناس حبوها، وباش نكملوا في المشوار هذايا من غير ما نمس اي اغنيه او اي فنان شعبي اخر، لانه الاغنيه الشعبيه عندها مكانها وعندها ولا تقل اهميه عن الاغاني الاخرى والانماط الاخرى. الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا، سيدي منصور يا بابا ونجيك نزور يا بابا. وكان صابر الرباعي قد نشر مؤخرا مقطع فيديو يجمع بالفنان وليد توفيق عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، وعلق عليه في جلسة طربية مع وليد توفيق. ساعة شو المحبة شهر بعد وخصام، يجري شوف راح منه كام ساعة شو محبة سهر بعد وخصام، الحب بداية مش عارف احنا فين، زي المرتب ما تتقام احتفظ بين شطرين.